نيجي بقى للأساطير الدينية. الأساطير الدينية هي قصص خيالية يعني غير واقعية. القصص دي تهدف للعبرة والعظة، يعني الهدف النهائي من القصة ان احنا نستفيد. اشهر قصة عندك هي قصة ايزيس وأوزوريس. القصة ده عبارة عن ايه؟ ان طبعا مصر القديم كان بيعتقد اعتقاد طبعا خاطئ ان الارض والسماء اتجوزوا من بعض فخلفوا ولدين وبنتين اللي هو أوزوريس وست، ايزيس ونفتيس. أوزوريس اتجوز ايزيس ونفتيس اتجوز نفتيس. حلو. بعد كده طبعا أوزوريس هو الحاكم، طبعا الناس كانت بتحبه جدا جدا، اما الاخ اللي هو ست ما كانش بيحبه، كان حقود على اخوه. فجي ست عمل حفله، قال عمل حفله وقام جايب تابوت من الذهب وقال ان التابوت اللي هيلاقمه يعني اللي هينام في التابوت والتابوت يطلع على مقاسه هديه له هديه. طبعا أوزوريس ما كانش يعرف، فهو بحسن نيه فقام نايم في التابوت. هوب ست قفل التابوت وقام رميه في النهر. خلي بالك بقى، طبعا التابوت بتاع الراجل أوزوريس ده اللي هو موجود فيه راح من هنا لهنا للعراق لسوريا، لف الكره الارضيه حرفيا في الوقت ده. طبعا دي سنين يعني سنين مسننه زي ما بيقولوا. في الوقت ده مين بقى اللي كانت يعني بتدور على زوجها وعماله تدعي للالهه والكلام ده كله؟ اللي هي مين؟ اللي هي إيزيس. في نهايه المطاف الدعوات بتاعتها استجابت في فلقت زوجها. فالمهم طلعت زوجها بعد سنين بقى، خلي بالك بقى خيال، بعد ما لقت جوزها. فجوزها اللي هو إيزيس راح لاخوه، اخوه شافه اللي هو ازاي انت ازاي حي، فمسكه وقام ضربه وقام مقطعه 42 حته وقام مقسمه على الاقاليم بتاعت مصر. طبعا بقى إيزيس تسكت؟ لا طبعا، راحت اشترت جلو اللي هو اللزق وقامت جابت جوزها وقامت جمعاه وقامت مخلفه منه اللي هو مين؟ اللي هو حورس. حورس بقى فضل يا باشا مستخبي لغايه لما كبر وراح انتقم من عمه اللي هو ست وبقى هو الحاكم. طبعا قصه خياليه يعني مش حقيقيه. خلي بالك القصه دي الهدف منها ايه؟ الهدف منها اللي انت ما تحقدش على اخوك، ما تحقدش على النجاح اخوك، ان واحد مثلا ناجح ما تبقاش ان انت مثلا غيور منه او 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 او. فده الهدف والعبره من القصه دي.